النائب سمير أبو طالب يلتقي رئيس الوزراء للمطالبة بتقنين السفر لليبيا. 700 حالة تعد على أراضي الدولة بالجزيرة في منطقة الوراق. رئيس لجنة الشباب والرياضة شاطئ النخيل بالأسكندرية تحول لمقبرة الشباب ونتمنى إغلاقه. تأجيل احتفالية النواب لتكريم أوائل الثانوية العامة للأسبوع المقبل. وعربياً، مجلس الوزراء السعودي يشدد على التزام قطر بتنفيذ مطالب الرباعي العربي. اجتماع لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على الأقصى. استئناف محاكمة كبار مسؤولي بنك باركليز ببريطانيا لتلقيهم أموال من قطر. وعالميا، الحكومة التركية تطلب مد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى. أستراليا تحظر الحجاب في جميع مدارسها. فنلندا تستعد لحرب محتملة مع روسيا بتدشين أنفاق بمراكز قيادة واتصالات. الجيش الإيراني يهدد باستهداف قواعد أمريكا حال فرض عقوبات على الحرس الثوري. وعن الأخبار الرياضية، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم على استاد برج العرب في تمام الساعة 8 مساء. الوحدة الإماراتي يصل القاهرة للمشاركة في البطولة العربية. دجلة يضم وتارا مهاجم منتخب بوركينا 3 سنوات. ليفربول يعلن عن شراكة جديدة بمشاركة محمد صلاح.